حياك الله، اهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك، نورتنا. الحمد لله. عميد كليه الاعلام جامعه بغداد سابقا. نعم. وما زلت ان شاء الله تدرس، وما زلت انه صحفي وممارس ومستمر بالعمل وايضا بالتدريس وكتابه البحوث وحضور المؤتمرات وهذه الملتقيات الطيبه. دكتور، نعم. انت اليوم يعني واكبت معارض وواكبت فعاليات ثقافيه كثيره. نعم. لمست منها شيء مو جنابك الشارع؟ نعم. لمس منها شيء؟ يعني حللت الامر انه يعود بالفائده للمواطن كقراءه كمطالعه؟ والله هذه المعارض يعني من ناحية التقييم الموضوعي إلى هي واحات، يعني واحات خضراء في صحراء مجذبة، لأنه التحولات الكبيرة اللي شهدتها البلاد. نعم. تحولات قلصت من حجم الثقافة، قلصت من حجم الإبداع، والصراعات السياسية كانت هي الطاغية على المشهد العام. التعليم في انهيار بكل مستوياته، الجامعي والعليا، لكن أيضا معركة الثقافة ومعركة الكتاب ما زالت تؤكد على أن جذوة الثقافة ما زالت أنه متقدة وتتسع إن شاء الله. حياك الله دكتور. نعم. أنا أشكرك جزيل الشكر. شكرا. نورتنا. تسلم.